اهلا يا سيدي، عامل ايه؟ انا كويس جدا، وانت؟ انا تمام يا سيدي. الا قول لي يا توت، تفتكر ان انتوا في يوم من الايام هتستبدلونا في مستقبل الوظائف؟ ده حصل الى حد ما من سنة 2000، تم استبدال اكتر من 1.7 مليون وظيفة بالروبوت والالات حول العالم. حلمك عليا بس يا توت، هل الروبوت يقدر يبدل الانسان؟ في بعض الوظائف، ايوه. ليه يا توت؟ عشان الروبوت أو الآلة قوتها في إنها تقدر تتعلم من البيانات اللي بتدخلها وتقلد الإنسان. ابتدى الموضوع في التسعينات في وظائف صغيرة وبسيطة زي فرز البريد مثلا، وخلال السنين اللي فاتت حصل تطور كبير في الآلات والذكاء الاصطناعي. التعلم الآلي قدر يحقق قفزات كبيرة، والنهاردة يقدر يعمل مهام أكثر تعقيدا، زي ان الالات قدرت تقيم امتحانات الطلبة بشكل صحيح، وقدرت كمان تشخص امراض بشكل صحيح. الطبيب الانسان يقدر يشخص 50,000 حالة خلال سنين عمله، والمدرس يقدر يصحح 10,000 امتحان، ولكن الروبوت يقدر يشخص ملايين الحالات ويصحح ملايين الامتحانات بنفس الكفاءة وافضل خلال دقائق. من الصعب على الانسان منافسة الروبوت في المهام اللي زي دي. انا فخور بيك يا عم توت والله. انا قلت هتتضايق لما اقول لك ان احنا هنستبدلكم في بعض الوظائف. ازعل ليه يعني؟ ما احنا اللي عاملينكم عشان ننتج اكتر، وبعدين انت اخر واحد يتكلم يا توت، انت اصلا ساعات بتفصل. نسيتني ولا ايه؟ نسيت لما فصلت الحلقة اللي فاتت؟ انا عاوز اقولك انا فخور بيك عشان قلت بعض مش كل. بعيدا بقى عن الهزار يا توت، فعلا كلامك صح، الروبوت بيتفوق علينا في المهام المتكررة الروتينية اللي بتتطلب إنتاج كبير، ولكن الجزء اللي لازم ننتبه ليه إن الروبوت ما يقدرش يتعامل مع المواقف الجديدة بسهولة، ما يقدرش مثلا يتعامل في حاجات ما تعرض لهاش قبل كده، لأنه عشان يقوم بأي مهمة لازم يكون عنده معلومات سابقة كتير عنها. بس الإنسان مش كده، الإنسان عنده القدرة لربط الأشياء، حاجات ملهاش دعوة ببعض يقدر يفهمها ويخلق منها معنى أو يحل مشكلة ما شافهاش قبل كده. صح يا توت ولا مش صح؟ أيوة فالح، بس تقولي نص المعلومة يا عم توت. أتفق معاك يا فايق، والدليل على كده قصة العالم الفيزيائي بيرسي سبنسر الراكل. ده كان بيشتغل على الرادار في الحرب العالمية الثانية، لاحظ وهو بيشتغل ان صمام المغناطيس الخاص بالرادار دوب لوح الشوكولاتة بتاعته، فقدر يربط فهمه بالشعاع الكهرومغناطيسي مع معرفته بالطبخ عشان يخترع اختراع الميكروويف.